بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتهى بون ولا لها نالي سعودة واحد كسور واتان حلقة عصب إيه برنامج كين ويدين إيه ورعلين برنامج كان وحا مركاسي أنكو مرنامج لها كل قديسن إيه الطريق هذا إيه مركاسي قيبها حافظها كل قديسن عاصمة ده أنو قد قسيها شان بون ولا لها طريقة أنو كل كلونا مركاسي ويدين كود أود ديارك سؤال مركاسي أقونت جود إيه دين سكوتشرة خفكي كتشوا بس وعليها سي لبا إلى يصدح وحان سينا مركاسي أبل جود ستوس برنامج كي أو مركاسي نبلا ما يوحى رجينا الله سعد وعن هو نكسن واجاك حفظ برواقيا شجنا ميت كميد أبواني تعلق كلنا اصبر حاجي ما حي هذي ددوينها أنا جو حلي لها ورسم عمر قادي بل لها أرتيست كوميديا يعني هاي مجرد ويت قلنا وجددا يو مش وحلا جو ضو والديار بانون هي اللي ديار بانون تسمع ما دام حاجة دقن كذوب بدن تاي وحاجي علينا نوش كتير تصدح مهما هاد أو أف سوماليا صدح مهما هاد أف سوماليا أف سوماليا وحليري دقني قيق كم كعد وكو محل وشي ده دقني قيق كم ومركز عيالك كل كب قف قصة أذن تيسي إلا هو أوردر دقني قيق كم كعد لنا وسؤال أولي كان تالكاس تسوى تيكو بعد تسوى تيكو بعد تلا بعد كل بده مهما هو بديه مد مالكو صارسن إمك ها وقت يلجو حتى رمضان قفك سومي وي دقون قيق كما كعدا بكو جرسا يا سوغلسا يا سوغلسا هاي سوما تقل حبيت كلو ماما حبيت كلو ماما اها للرقا اها يا إلهي ويسافي قنيبة لنا ما كادتك ويقرن وين سواش هذا حرون دون الدم إلهي ينرك السلسكو أفقا ما حكرين أفقا قنين ونك وهدو وحي إلهي أمر أسيي أي كو واجبي هدوك الصوبة ويسافي قرنيان يعني. مركا ريكومانس إلهي وحود كلها أيو سينيا سوما قرن طلبات نوح ونر وحليلي ملحق ومضعيف قد بلا ما سنت سد حديم ما نوش يكتي محي هيدي بلاها عربي ده ده جوا ده كان وحي غنود جان في فيفري مارس بيغني بلاها عربي ده بلا هنا عربي ده إسلامي قال سد مقعد ما نوش سد مقعد سد مقعد مقعد ده ورت ده رمضان وانا قال رجب رجب ذي القعدة ذي القعدة ذي الحجة ما شاء الله ودفعتها طبعا ولبيه تنبلد محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الله باش انا باش سفر بدور قالوا قال وقف ننسى او سفر باب الجوجنا سفر وضل بيده هاي وضع عام بيضو ابوان وانا سنتهي مهما هي وتك جوابتي بلي عربي انا وقت شيكتي ابا الجود بعد لها قول الراديو قلت سنك جيب ندي انا سنت ان شاء الله ان شاء الله انا قلنا ونقولهم بليان ان شاء الله بريها رمضان يدنا جزاكم الله خير وهاجاك ولي واحد شوقنا حافظ حيا بالليل بان شوقنا بلاس كاك تيسا وحنا لو كلنا ولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مقعا ولد؟ ياس محمد عبد الله. ياس واحد كودين لها سؤاله طبعا ما نسعتها كوب دروغ انا ميكا سعودا ودنك لو قبنيا. كوب دروغ ولا سعودا فرانسيسكا لو قبنيا. فرانسيسكا لو قبنيا وسؤال ياس فرع بيا هيد سؤال شيد وحوين كوب دروغ ديم الدوس الكل لو قبتي هيد. كوب دروغ ديم الدوس كي. وحال لو قبتي هيد دالكا محوها برتغيسكا ما برتغيسكا برتغيسكا وبرتغال بدو جدا يعني برتغيسكو اللي مقبل لباو مقالو لباو مقالو او يوروب كتر سن ايا لغو قبطة بهد محو سنس اي محو سنس محو سنس مركا لكو سيرتو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرسي واقاق قولي وحان شوقنا حافظ حيا بالليبان شوقنا بلاس كاك تيسا وحان لوكلنا ولا السلام عليكم عليكم السلام عليكم مقع ولد ياس محمد عبد الله ياس وحن كودين لها سؤاله طبعا ما نسعتها كوب دروغ انا ميكا سعودا ودنك لو قبنيا كوب دروغ ولا سعودا فرانسيسكا لو قبنيا فرانسيسكا لو قبنيا وسؤال ياس فرع بي هيد سؤال شيد وحوين كوب دروغ ديم الدوس الكا لو قبتي هيد كوب دروغ ديم الدوس كي وحا لو قبتي هيد دالكا محوها برتغيسكا ما برتغيسكا برتغيسكا وبرتغال بدو جدا يعني برتغيسكو لو مقبن لباو مقالو لباو مقالو او يوروب كتر سن ايا لو قبت بهد محو سنس مي محو سنس محو سنس مرك لك سيرته ان شاء الله وهاغا ولا لا كنا كل كنا روحك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مقعا ولا حاوا اولاد بلا حاوا محي هيدي وحان جعلان لها انك ويديو هبلها النبي عليه الصلاه والسلام مقعا دودة ما ايش هي كرتا فاطمه ما قرنيا فاطمه ما تقرنيسا حقكم ما قلتون يا ام الخير فاطمه واصح ام كلثوم واصح لا بك لا جرتي ماي صفيه كم جرتي هاي
فاطمة واد قرتي وأم كلثوم واد قرتي عاشا وقبل يسيها رسولك عليه الصلاة والسلام هديت ما قرنيت الله ما ذكرني زين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أفرها بلاد بولها فاطمة هي الرقية وأم كلثوم هي زينب waad maasantay inshaalla waagaag waxaan joognaa xaafadii barwaaqo ayaan joognaa waxaan kula kulanay mid kamid walaalalkan assalaamu alaykum walaal alaykum assalaam wa rahmatullahi magaca walaal salax salax halkan waxa ku haya barnaamijka waxa la yiraahdaa weydiin iyo wadicilin aya la yiraahdaa hadii aad ka jawaabto su'aalo maxa halkan saddex su'aalood waxaad leedahay abalgud inshaalla taala diyaar ma tahay diyaar diyaar waxaad ii sheegtaa saxaabigii ugu dambeeyay ee saxaabada nabiga kaleey salaam sana wafaaday saxaabigii ugu dambeeyay ma xusuusan saxaabada nabiga way badnaan soo maahan intaasoo kun bay ahaayeen saxaabigii nabiga arkay ee ugu dambeeyey ee maxay ahayday wafaaday nabiga kaleey salaam wasalaam ee arkay magacii baa la oran jiray ma xusuusan magaca ma xusuusanaysid saxaabigii ugu dambeeyey ee markaasi nabiga caleyhi salaatu wasalaam arkay waxaa la odhan jiray abuu tufayl caamir bin waathila ayaa la odhan jiray waxa uu ahaa saxaabigii ugu dambeeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam arkay waxa uu dhintay sanadku markay ahayd 110 hijrada nabiga caleyhi salaatu wasalaam 99 sannadood ayuu ka dambeeyey dhimashada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa waathila inuu yahay saxaabigii ugu dambeeyey ee arkay nabiga caleyhi salaam marka la ku suurtay insha allah haye insha allah yaad mudan shukran wahagaag waxaan joognaa xayaablay waxaan la kulanay xaajeed asalaamu calaykum magaca walaal khadiija khadiija qur-aanka kariimka imise jis buu ka kooban yahay soddon jis buu qur-aanka ka kooban yahay suuradda u horeysa qur-aanka marka la bilaabayo la gala suura magaciid baa la dhaa alxamd suuradda u dambaysana albaqara waad ka jawaabtay su-aashaasi su-aasha saddexaad een jeclahay markaasi inaan ku weydiiyey waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dumar badan buu qabay saddex kamida ma ii sheegi kartaa saddex kamid aan kuu sheegay magacood ii sheeg saddexda waxa weeyaan caasha khadiija iyo caasha iyo maariya waad mahadsantahay insha allah abaalgud baad leedahay insha allah wahagaag weli halkii ayaan joognaa xafadda xayaabley asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca walaal xamdi waxaan ku weydiinayaa su-aalo halkan waxaa ka mid ah dibigu imise bilood buu ku dhalaa dibigu 9 bilood baan jeclay inuu ku dhalo ma hubtaa dibigu inuu dhalaba dibiga ma ahayn saca waxaan ka hadhay dibigaka dibigu ma dhalay saca sagaal bilood ma jeclay inuu ku dhalo dabcan waxaan u jeedo intaa hore inaad ogaatid dibigu inuuna markaa dhalin hadafkiigu kaasu ahaa su-aasha labaad aan jeclahay maxay ahayda shaandhada goorma biyo la duldhigi karaa shaandhadan lagu miirtay biyo ma la duldhigi karaa biyo ma qabana sabeed waxba gunta ka dalanaba ma lakiin waxaa dhici karta mar inay biyo qabato haddii markaa dayimka shataa baasoo kale haddaan ka soo qaadano markay wax badan ku jiraan biyo la dhex dhigo way dhici kartaa inay biyo dhex fadhiistaan shaandhadii oo iska caadiya in biyo la dul dhigto ilamaha taasi inay suurtagalayso waran biyaha haddii la barafayo la dul dhigo biyaha haddii la barafayo la dul dhigo way dhici kartaa isagoo baraf biyaha baraf waagaag su-aasha u dambeeyaan jeclaa inaan ku weydiiyo maxay ahayday khulafa oo raashidiin wax ladhaa jira nebigu markuu dhintay khulafadii afarta ahaa ee muslimiinta hogaaminayay khulafa oo raashidiin iisha sheeg magacooda waxaan ka garanayaa cali iyo cumar bna khadaab labaad ii sheegtay cali bn abi taalib cumar bn khadaab afar bay ahaayeen labadaa ma garanayaa mar waad maadsanta mar kale ku siirtay insha allah jazaaka allah waxaan joognaa xaafadii xayaabley walaal baan kule asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatu magaca walaal axmed khayre miicaad baan leenaa axmed khayre miicaad qur-aanka kariimka dabcan waa qur-aanku ballaadhan yahay dabcan markaan ka hadlayno qur-aanku waxaa loo qeybiyaa maka iyo madiina maxaa lagu kala gartaa aayadee la yidhahda markay kusoo degtay aayadee suuradee la yhaha madiina kusoo degtay maxaa lagu kala gartaa in sha allahu karim waxa lagu kala gartaa haddii aayadda makay kusoo degtay aayadda madiina kusoo degtay kuwa maka kusoo degay waa kuwe kuwa madiine kusoo degay waa kuwe adaa kusoo degay maka waxaa kusoo degay oo kale suurat al-ikhlaas soo kale waa maka suuratu tabbatyada waxaan u jeedaa yacni intaa wixii ka hor soo degay maka kusoo degay intaa wixii kadibkasoo degayna madiina kusoo degay wakti may kala sooci kartaa ma kala sooci kara waktiga soo kala degay insha allah waagaag waxaan joognaa xaafadii maxaa ahayd xayaabley asalaamu calaykum walaykum assalaam magaca walaal xuseen musafara xuseen waxaan ka hadlaynaa dalkeena jamhuuriyadda jibuuti dabcan waxaa soo maray wasiiro badan baa soo maray ma ii sheegi kartaa saddex wasiir oo soo maray arrimaha gudaha waxaa ka mid ah baalka waxaa ka mid ah indiris faarax cabane indiris xarbi faarax iyo iminka ugu dambeynu joogo iyo cabdalla cabdillaahi migli saddexdaabaa soo mareen
وهجاج وهدينا كل جد بنو سؤالها كلام مركزي محي هيدي حاجة تاريخ مركزنا هون كوبديمونت كودن بي إيه لقبتي سنة كلا لقبت كوبديمونت كودن بي وح لقبتي لبكون يتمكن لبكون يلح يتمكن ما بتاع ما نورا مركز لك وزير توجه وهجاج وحن شو جنا حفظ اللي حاد وحن كلكم النجج برد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مقاولا أمنا عبد أمنا وحى برامج كنوا برامج كي ويديني والعلين سؤال هذا يانك ويدين هل كان أهداف كتشو بتيد لبس سؤال هذا تلنت على قبل جودة يثيل دون تان شاء الله تعالى سؤال شاس وجه كوباد وحى تهاي عيد يودن بيسي سود دكتي قرآن كريم كا إلهي بايدي معنا تعالى لكن النبي جمرت ودن بيسي حج الوداع جوري عيد يكو شجع هاي دوري اليوم لكم اليوم أتمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديتهم لكم إسلام الدين اليوم أكملت لكم دين لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين طبعا وآيات دي أدن بيسبة لإلى هذا القرآن كسود دكتين كسي بعد علماء إلى هذا آيات كرأي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس مثل كدونتان نغتي وادقرتي واجواب صحويا سؤال شلباد إن جعل هاي مركزين كويدي سورة القرآن كقول دير وسورة دي سورة البقرة سورة البقرة محا سورة البقرة بقرة لو بحي سورة البقرة حلو جب حيد إلهي بسود الجيو وسورة النبي موسى كيري بقرة جورعة إن كير هذين يبني لنا ناشا جينو إلهه ونا عدا سورة البقرة بقرة ده سبع حياتي وكير ده جورعة إن بقرة واحد لين وش جا إنها بقرة لا فارق لها ولا دلول لها ذلك وعد ما سنت إن شاء الله قبل جد بالله إن شاء الله وهجاج أمينة وعد ما سنت هاي سؤالي هاد كتشو أبتي وحد ليه هاي بالجود وكسر هذا قولها الراديو والتلفزيون كجملة جبتي وعد ما سنت هاد كتشو أبتي إن شاء الله وعد ما سنت نقص وعد ما سنت شكرا أوكي عبدي هل كنا حنكو هيا سؤالنا كو هيا محي هيدي سؤالها هاد كتشو أبتي إن شاء الله واحد هيلي دونتها قبل جود بهيلي دونتها واحد يشكتها عاصمة كوديفار عاصمة كوديفار كوديفار وحوين ودن قاردين إن أفريقيا ودعاء محي كابيتالكا كابيتال كوديفار ساحل العاج بعربي القرى قرنا كابيتال انكو سيو خيارات بنكو سين شوا بنكو سين ما وحال لدى الوغادوغو ما وحال لدى النوكشوت ما وحال لدى أبيجان صدح دامد أبيجان ما بتاع أبيجان عاصمة دا كوديفار و أبيجان وحال انت ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijkeenii weydiin iyo wadicilin oo markaasii saad la socoteen baan ku soo bandhignay su'aalo markaasii dooro oo hadafkeedu uu yahay aqoonta iyo si markaasii loo kala faajisan laha intaan kulmi doona xalqada mid la mid ah waana waaliya iyo markaasii sawir qaade goobdoon cabdo oo inila sida iyo nabadgelyo salaamullaahi alaykum wa rahmatin min wa barakaatuh